ما هي الأشهر الحرم؟ عدة الشهور 12 شهرا، لكن أربعة منها يقال لها الأشهر الحرم. ما معناه؟ كان حراما القتال في هذه الأشهر، ولها خصائص ومزايا هذه الأشهر، هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. هذه الثلاثة هي متتالية، أما رجب بعيد عنها. هذه الأربعة كان حراما القتال فيها، ثم بعد ذلك قال العلماء نسخ. وما معنى نسخ؟ أي رفع هذا الحكم، يعني الله تبارك وتعالى أنزل حكما آخر. فالذي حصل أن الله أذن للمسلمين أن يقاتلوا في الأشهر الحرم ليصدوا الكفار، فلما عيروا فالله أعلمهم بأن الكفر أشد من القتل. نعم، هذا الذي جاء في القرآن، والفتنة أشد من القتل، معناه الفتنة في الدين، الشرك، هذا أعلى من القتل. ثم في هذا الشهر المبارك، شهر رجب، يقول لك بعض الناس: لم يرد أننا نصوم هذا الشهر، يكفينا في جواز صيام هذا الشهر أن النبي عليه الصلاة والسلام حضنا على صيام الدهر. ما معنى الدهر؟ يعني كل الأيام يجوز صومها إلا ما حرم الله علينا صيامه. العيدان لا نصومها، وكذلك أيام التشريق الثلاثة لا نصومها، هذه الأيام تلي يوم عيد الأضحى. فما كان غير الأيام التي يحرم صومها يستحب لك صومها. لكن هل نقول إنه ورد حديث بعينه عن صيام رجب؟ لا، وهناك حديث مكذوب مفترى على نبينا عليه الصلاة والسلام يجب التحذير منه. يقول بعض الناس والعياذ بالله: قال رسول الله، والرسول لم يقل. يقولون فيه والعياذ بالله تعالى: من قال للناس بارك الله لكم بهذا الشهر أو بارك للناس بهذا الشهر فقد حرم الله جسده على النار. هذا الحديث مكذوب موضوع، ما قاله الرسول، وبعضهم يقوله في شعبان، وبعضهم يقوله في رمضان، وكل هذا لم يثبت عن رسول الله. وأما صيام هذا الشهر فلا ينكر علينا فيه. بعض الناس، هؤلاء نفاة التوسل المشبهة، يحرمون وينكرون على أهل السنة والجماعة صيام شهر رجب. نقول لهم: الرسول ما قال لا تصوموا شهر رجب، وما حثنا على صيام الدهر إلا شهر رجب، لذلك لا حجة لهم. والعز بن عبد السلام رحمه الله، والحافظ النووي رحمه الله، وغيرهما نصوا على جواز أن نصوم هذا الشهر. نعم يا أحباب، شهر رجب هذا قال فيه بعض العلماء هو شهر الزرع، وشهر شعبان شهر سقي الزرع، وشهر رمضان هو شهر قطف الزرع. فهلموا للخيرات في رجب، عليكم أن تستعدوا بالطاعات. وفقني الله وإياكم إلى الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.